نتكلم على اي نجاح، النجاح ده بيكون مرتبط بالشفافيه، ان يكون عندنا معلومات متوفره عن اي قطاع احنا عايزين نستثمر او ندخل او نشوف مشاكله او عيوبه او مميزاته. الشركات اللي بتقدم الخدمات دي ما بنسمعش عنها كتير في مصر. النهارده احنا معانا الاستاذه انجي الصبان، رئيسه احدى الشركات اللي متخصصه في تكنولوجيا المعلومات. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي. انا كده قدمتك صح؟ ايوه. نشاط وخدمة المعلومات في مصر خدمة جديدة، هقول كمان انها صعبة. ازاي اخترتي المجال ده والنشاط انك انت تشتغلي فيه؟ يعني حضرتك او الشركة اللي حضرتك رئيس مجلس ادارتها هي اللي عاملة مواقع كتير بتقدم معلومات كتير، يعني بتقدري تشتغلي او تحصلي على المعلومات بسهولة، واختيارك انك تكون شركتك في مجال تقديم المعلومات ده كان اختيارك انت بشكل خاص؟ الحقيقة هما اختيار اكتر المؤسسين للشركة. هي الشركة بقالها 20 سنة في مصر. معقولة؟ بدأت مع بداية التكنولوجيا في مصر وبداية دخول شبكات المحمول في مصر، وابتدينا ندخل في الحتة دي، وكان نادرا قوي ما تلاقي حد في السوق المصري شغال في الموضوع ده. والحقيقه لحد النهارده هو نادرا قوي. خليني اقول لك ان لحد النهارده الشركات الكبيره اللي حجمها كبير اللي شغاله في المجال ده قليل، لان هو مجال صعب وتحدياته كتيره جدا. يمكن الحمد لله ولا يدعم، للاسف لا يدعم، وللاسف بيهمش في حالات كتير جدا، رغم اني مش عايزه احكي لك يعني بيساعد قد ايه ويساعد البلد قد ايه. وبيخون في بعض الاحيان إذا كان المعلومات اللي عايز يحصل عليها معلومات الدولة مش عايزة تقدمها أو وزارات بعينها مش عايزة تعلنها، ده حقيقي. تتعاملوا مع مثل هذه المواقف إزاي؟ بصي، احنا دايما الحقيقة ما بندخلش في الحاجة غير لما بيكون في تعاون مشترك. يعني احنا عندنا خدمات كتيرة مع قطاع البترول وقطاع الكهرباء، لازم بناخد دعم الحكومي. ليه؟ علشان نتأكد ان المعلومات دي مظبوطة. يمكن من الحاجات اللي داخلين فيها ولازم بنتأكد ان المعلومات مظبوطة، تحيا مصر، احنا اللي عاملين الويب سايت ومتأكدين طبعا، لان هو بنتعامل مع الطرف الاساسي اللي هو تحيا مصر. الحقيقه هو زي ما انت بتقولي، الصعوبه بتبقى انك دايما تعرفي توصلي للديسيجن ميكر او متخذ القرار عشان تعرفي توصلي المعلومات صح. بس الحمد لله ربنا بيساعدنا وبنكبر، وزي ما قلت لك احنا من الشركات القليله قوي في مجالنا، الشركات اللي بيعدي فيها 200 موظف، لان احنا بنشتغل